ضمن فقراتنا الجديدة فقرة أنا أرى التي عرفها الجمهور العربية في الأحداث السياسية. الآن بإمكان أي مشجع أو متابع أن يتحول إلى صحفي أو مراسل للبرنامج. نستقبل اللقاءات التي تجرونها مع نجومكم المفضلين بكاميرا الهاتف الجوال أو أي كاميرا أخرى. يستطيع المشجع أن يصور ما يراه مناسبا من تمارين فريقه أو أثناء حضوره لأي حدث رياضي وإرساله، وسيبث ضمن زاوية أنا أرى في المرمى كل أربعاء بدءا من هذا الأربعاء. بإمكان عشاق الرياضة استعمال الخدمة للأحداث الرياضية، حيث تتيح القناة للمشاهدين تحميل مقاطع فيديو يتم عرضها على قناة العربية ومواقع أو موقع العربية نت. تجدر الإشارة إلى أن المشاركة في خدمة أنا أرى تمنح قناة العربية وبغير أي مقابل أو عوض مادي ترخيصا في جميع أنحاء العالم غير حصري قابل للتنازل ولمدة غير محددة لبث المحتوى المحمل من قبلك على التلفزيون ومن خلال شبكة الانترنت أو أي وسيلة إعلامية أخرى تحت أي صيغة أو شكل. إذن كلكم ستصبحون مراسلين ومعدين وصحفيين في هذا البرنامج، ونتمنى إن شاء الله يظهر أيضا مواهب نستفيد منها بشكل رسمي في أن يكونوا صحفيين رياضيين ومراسلين لهذا البرنامج أو للقناة بشكل عام. أرجو أن تبدأوا بزيارة موقع العربية نت وإرسال ما ترونه وما صورته من لقاءات من أحداث على وترسلونه على موقع العربية نت. ستجدون هناك كل التفاصيل.